السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر في نية حضور مجلس العلم ونية قيام الليل. ليه بفكر حضراتكم يوميا بالنية؟ لأن النية معناها استحضار القلب للسبب، استحضار القلب للسبب. إحنا قاعدين بنعمل إيه دلوقتي؟ فأنا بستحضر قلبي مع السبب اللي أنا قاعد عشانه. فأنا قاعد دلوقتي مع الله، أنا جليس من ذكرني، أنا دلوقتي بقوم بين يدي الله، أنا دلوقتي بطلب العلم الذي يدلني على الله. هذا الاستحضار بيعمل حالة من الأدب والسكون وإقبال القلب وإقبال العبد على ربنا. والأدب هو سر الانتفاع. الإنسان لما يكون قاعد متأدب مع الله مستني من ربنا عطاء ربنا سبحانه وتعالى بينتفع بالذكر، لأن القضية مش في المتكلم، القضية كمان في المستمع. كيف يكون قلب المستمع مستعد لاستقبال رسائل الله سبحانه وتعالى التي ستجري على لسان المتكلم، أيا كان المتكلم ده. ساعات المتكلم ممكن يقول كلام موفق أو كلام غير موفق، لكن الإنسان اللي قاعد مع ربنا بيجيله الرزق من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده دايما أنا باستمرار بفكر حضراتكم بالنيتين دول. عايز أتأكد إحنا مع بعض على الهوا ولا لا؟ إحنا تمام مع بعض الحمد لله رب العالمين. طيب، النهاردة أنا كنت بقرأ لحضراتكم في تفسير سورة طه من كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أحد الكتب الحديثة في التفسير. وقريت لكم برضو من تفسير سورة طه في كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. الجوزي متوفى من حوالي 900 سنة تقريبا. كنت بقرأ في تفسير ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. في القرآن سورة طه في النصف الثاني من القرآن، والآية دي وردت في آخر سورة طه، وربنا سبحانه وتعالى بيختم هذه السورة اللي بيسر بيها على قلب النبي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبيحكي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيحكي للمؤمنين أول قصة حصلت في الكون كله، هو قصة سيدنا آدم مع ربنا. وقصة سيدنا آدم مع ربنا ملخصها رب بيحب عبد، خلقه في جنة وقال له كل منها واشرب زي ما انت عايز، وانا افرح لما اشوفك فرحان، وخد بالك ان في عدو مش بيحبك ومش بيحبني، واللي ما يحبكش انا اغضب عليه، بس خد بالك ان في حاجة مؤذية واحدة من ضمن كل الحلال اللي انا خلقتك فيه، خد بالك من الحاجة المؤذية دي ما تقربش منها. وعدوك اللي بيكرهك ومش بيحبني هيقول لك قرب من الحاجة اللي أنا قلت لك ما تقربش منها عشان يفرق بيني وبينك، فخد بالك. لكن اللي بيني وبينك حب ورضا، وإنت عندي أغلى مخلوق، لدرجة إن أول علاقة كانت بيني وبينك أسجدت ليك أشرف خلقي وهم الملائكة. كل ده ربنا قاله لسيدنا آدم في القصة، ودي أول قصة عرفناها عشان أعرف من أنا بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. هل أنا مخلوق على هامش الحياة؟ هل أنا مخلوق من مخلوقات ربنا اللي ما تتعدش؟ أديني هو في وسط كوم المخلوقات دي في الدنيا، ولا أنا الأصل، أنا المقصود، العبد هو المقصود من كل شيء. لما ربنا قال على الأرض قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأنا عايزك تسمع معايا في كم لكم اتقالت في الآية، أنا لسه ما جيتش الموضوع النهاردة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. الكون كله عشانك، حتى الجنة مخلوقة علشان ننبسط فيها لما نقوم بين إيدين ربنا يوم القيامة، والنار مخلوقة عشان يتعذب فيها الناس اللي أذتك وضايقتك وسلبت حقك. فأنت لازم تبقى فاهم كويس أنت مقصود الله عز وجل من هذا الكون. طيب أنا فعلا كده؟ طب أنا هقول لك بقى إزاي أنت مقامك عالي عند ربنا. لما ربنا جه يحكي عن غلطة سيدنا آدم، سيدنا آدم غلطته العلماء بيقولوا هي مثال لربنا هيعمل معاك إيه لما تغلط. فبيحكي ربنا إزاي إن ربنا
عاهد سيدنا آدم على حاجة وسيدنا آدم خالف العهد ده. شوف ربنا يقول إيه، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. شوف لما ربنا يبقى بيحكي عن غلطة عبد من عباده وبيدافع عنه، بيحكي عن غلطة سيدنا آدم وبيدافع عنه، فبيقول للناس اوعوا تظنوا في آدم شرا، هو نسي ولم يكن له عزم على إغضابي. والعزم هو إن الإنسان يفتكر إن ده حرام فيقول لا برضه هعمله، فكأنه عزم بعد أن تذكر، لا هو نسي. الشيطان قعد يقول له حاجات غيرت نظرته للشجرة، قعد يقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قعد يحلف والله بقول لكم الحق، فكأنه شجع سيدنا آدم، فكانت نية سيدنا آدم الخلود بجوار الله وأن يكون مع الله دائما. فربنا بيقول اوعوا تفتكروا أن آدم كان بيعصي وهو عايز يغضبني، إنما نسي ولم نجد له عزما على إغضابي وعلى معصية أمري. وبعدين ربنا قال حاجة، اسمع كده، قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنا حطيتكم في الحتة اللي فيها النعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وألا تظمأ فيها ولا تضحى، أنا عايز أشوفك مستريح. قال بعدها بآيتين قال وعصى آدم ربه فغوى. الطبيعي السياق فانتقمنا منه، عصى فغوى فانتقمنا، عدل زي ما بيقولوا. قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، أي اختار واصطفاه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى فغوى ده فعل العبد، اجتباه فتاب عليه وهدى فعل الرب سبحانه وتعالى. دي القصة اللي ربنا بيحكي، قصة الإنسان مع الله، من أنت بالنسبة لله. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا هو العبد وهذا هو الرب، عشان بس تبقى عارف انت بتتعامل مع مين. وده يشجعك كل ما تغلط تقول له حقك عليا، مش عايز ادوق القطيعة بيني وبينك يا رب، وحضرتك كده بهذا العطف وهذا اللطف وهذا القرب مننا يا مولى الموالي. فحبيت بس اقرأ لكم، ده كان كلام مكتوب في التحرير والتنوير ومكتوب في زاد المسير في كتب تفسير جميلة، وبدعو حضراتكم لاقتناء الكتابين دول، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، كتاب قديم وكتاب جديد. عندي هنا بعض الأسئلة سريعا عايز أرد عليها قبل ما أسيبكم تروحوا تتسحروا. حد كريم، إنسان كريم يعني أو إنسانة مش باين قوي، بيقول أنا الذنب اللي في حق ربنا بيتغفر بالتوبة، لكن اللي في حق العباد وللعلم إن المظلوم ده ما يعرفش إني ظلمته وما ينفعش يعرف، أعمل إيه عشان ربنا يغفر الذنب؟ في حاجة في القيامة هتحصل اسمها تحمل التبعات، التبعات يعني الكونسيكونسز العواقب، إن ربنا يتحمل عني عواقب غلطي، إما بمسامحته لي على الذنب اللي في حقه سبحانه وتعالى، أو إن ربنا الجبار يجبر بخاطر اللي أنا زعلته، فيجبر بخاطري إنه ما ياخدش من حسناتي يوم القيامة، فيتحمل عني سبحانه وتعالى واسع العطاء وواسع المغفرة الناس اللي أنا ضايقتها ومش هينفع صالحهم. ليه مش هينفع؟ سافروا فمش عارف اوصل لهم، نسيت مين اللي كنت وانا في اعدادي شتمته، وكنت مسلم بالغ عاقل والطبيعي ان المفروض كل اللي شتمتهم دول ليهم حقوق عندي. نسيت وانا في ثانوي اذيت مين واتخانقت معاه وضربنا بعض في المدرسه وما تاسفت، نسيت. طب اعمل ايه؟ في حقوق اتكتبت احصاه الله ونسوه. مبدئيا ادعي لكل الناس إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم الجميع، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ده دعاء إنسان نفسه صافية فبيحاول يدعي للجميع يمكن يكون ظلم حد منهم. الحاجة التانية أسامح اللي أذاني على قد ما أقدر، بحيث لما أسامح اللي أذاني ربنا يخلي اللي أنا أذيته يسامحني. ثالثا لو أنا مش قادر، لو مش الكلام ده كله في حال مش قادر أرجع الحق لأي سبب من الأسباب، لكن لو قادر واتدلعت يجي قدام يوم القيامة يقف وعايز حقه، لكن لو مش قادر اقعد استغفر ربنا وتصدق ان الحسنات يذهبن السيئات، وابقى على امل ان ربنا يتحمل عني يوم القيامة. الله الله، هل لازم عشان اقرا قران من المصحف اللي على الموبايل اكون على وضوء؟
ممكن استسمحكم نجرب مع بعض التجربه. انا عارف اجابه السؤال ده، بس حابب ان انا اوصلكم بدار الافتاء. ممكن تخشوا في الوقت المناسب ليكم دلوقتي ولا بعدين على دار الافتاء المصريه، وبعدين هتلاقي كده في ايكون فوق كده مكتوب فيها عبادات، اخلاقيات، معاملات كذا. تخش على ركن العبادات وتيجي عند القران او عند الطهاره وتشوف الاسئله وتدور على اجابه السؤال ده لو سمحت. بعد اذنكم يا جماعه تعالوا نجرب الموضوع ده، وانا حابب ان انا اوصلكم بدار الافتاء تبقى هي الركن اللي تسندوا عليه لما يكون في اسئله فقهيه. الله، لو رجلي بانت في الصلاه وانا بصلي تبقى صلاتي خاطئه. دار الافتاء المصريه. امتحاناتي بكره في ثانويه عامه وخايفه جدا وبصلي وبقرا قران، بس برضو خايفه والخوف مسيطر عليا وتعبانه جدا، اعمل ايه؟ من النهارده لغايه الامتحان بكره اكثري من ذكرين. الذكرين دول بيسكنوا القلب ويقووه على مواجهه تحديات الحياه اللي الانسان بيخاف منها. الذكر الاول لا حول ولا قوه الا بالله، اخرجني من حولي وقوتي الى حولي الى حولك وقوتك يا الله. الذكر الثاني اللي النبي قال على لو قلته كتير اذا تكفى همك ويغفر ذنبك كثره الصلاه على سيدنا رسول الله. تقعد تقول لا حول ولا قوه الا بالله لغايه ما تنام النهارده، واول ما تصحى بكره على الامتحان طول ما انت رايح بتصلي على النبي. ادخل لجنة الامتحان وانت بتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وان شاء الله ربنا يذكرك ويعين كل مجتهد ويذكر كل ناسي. الله، ابني توفي من ايام والناس كلها بتشوفه في الرؤيا الا انا، اعمل ايه؟ لو ابنك مش بتشوفيه في الرؤيا مفيش اي حاجة خالص، هو مبسوط مع ربنا سبحانه وتعالى ومشغول، وعدم مجيء الاموات في الرؤيا ملوش معنى انه زعلانين، انما هم لما يفضوا من الدلع والانبساط والفرحه اللي هم فرحانينها في جوار الرب الكريم هيجوا في الوقت المناسب. وتعالوا يا جماعه نفوض امرنا الى الله فيما في ما في ايدينا وما خرج عن ايدينا. فكره ان انا انام واحلم بحاجه معينه دي بتاعت ربنا، الرؤيه الصالحه من الله. واللي عند ربنا رزق، والرزق له توقيت وكيفيه. فسيبي نفسك لربنا ولا تتصوري او لا تتصور ان ده الابن زعلان ولا انا مقصر اطلاقا. وأبشروا إن شاء الله وربنا يثبت قلب كل من توفى له ولد أو بنت. الله، عملت ذنب كبير أوي يغضب ربنا، واللي ساعدني توفاه الله، هو كان بيصلي وعارف وأنا قربت من ربنا، هل ممكن ربنا يغفر لي؟ مجرد إحساس الندم ده علامة إن ربنا فاتح باب التوبة. وإنت بتسمعني أو إنت بتسمعيني دلوقتي توب لربنا سبحانه وتعالى، وانت ساكت كده قول له حقك عليا مش هعمل كده تاني، سامحني يا رب. واللي ما بيصليش يبدأ يصلي عشان يبقى بيعمل عمل صالح بعد التوبة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله، بقى عندي أكتر من 30 سنة وبدأت أعد حياتي على عدم زواجي، لأني شبه فقدت الأمل وأصبحت قليلة الدعاء بالزوج الصالح، فأنا قناعتي إنه مش مقدر لي. الحقيقة إن قناعتك إنه مش مقدر لي حطتك في إحساس أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأنا عايز أقول لحضرتك الشيطان هو اللي بيحسسك إنه مش مقدر ليك. في الزمن اللي إحنا فيه 30 سنة أنت ما كبرتيش في السن. في الزمن اللي إحنا فيه بنات كتير جدا كسرت ال 30 وما اتجوزتش. فأصبحت ده شيء عام موجود في الأمة عندنا وفي البلد عندنا، فمش عايزك تتحصري على حال هو صار الطبيعي. هو مش الطبيعي في الأزمنة اللي قبل كده إن يوصل ل 30 وما نتجوزش، صار طبيعيا، والمشكلة لما بتعم بتخف. طب هتعملي إيه؟ لو قلبك مش جايب دعاء أكثري من الصلاة على النبي والاستغفار. الاستغفار فيه سعة الرزق، والصلاة على النبي فيها سعة الرزق وكشف الهم، بالذات الاستغفار والصلاة على النبي. لو قلبك بيقول لي كده ادعي مش قادرة، اذكري ربنا سبحانه وتعالى وانت في حال شريف كريم، وما تتصوريش ان ربنا مأخر رزقه عشان غضبان عليك لأي حاجة، انما ده حال ناس كتير ولاد وبنات. فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخر، والحمد لله على ما قدم. سيبكم عشان تتسحروا، واللي ما صلاش الوتر يصلي. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، ما تنسوش تتفرجوا على حائر على اون اي، والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. اللهم صل